من القاهرة معي دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجامعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ماهر. الجامعات المتشددة بداية دائما نتحدث عن أموال كبيرة تستفيد منها من تجارة المخدرات، أم هذا يعتمد على موقفها على الأرض بكل جبهة تكون فيها؟ لا، هو بشيء عام. يعني نحن الآن بصدد ظاهرة تمويلية جديدة أمام هذه الجماعات. يعني نحن نتحدث الآن عن وسائل مستحدثة للتمويل. يعني الجيل الثاني من هذه التنظيمات كان مختلف في عمليات التمويل المباشرة. الآن التمويل أصبح غير مباشر عن طريق وسائل متنوعة. عضو يمكن أن يجلس على أمام شاشة كمبيوتر، يستطيع أن يحول ويقوم بعمليات قرصنة واسعة ويحول إلى جيبه وجيب التنظيم أموالا كثيرة. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية وسيلة تجارة السلاح، تجارة البشر، ثالثا تجارة المخدرات. هذه الوسيلة وسيلة موجودة في فقه وأدبيات هذه التنظيمات التي تجيز دائما استخدام هذه المخدرات في أوقات عصيبة وأوقات حرجة يمر بها التنظيم، فضلا عن ترويجها في مناطق يعتقدون أنها مناطق للكفار وللمرتدين، ويعتمدون فيها على فتاوى مكتزأة من كتب التراث تقول بجواز بيع السموم وجواز بيع المخدرات وتخدير المرتدين كي نستطيع الانتصار عليهم. أنا أعتقد أن وتخدير حتى المقاتلين يعني بطريقة غير مباشرة، يعني لعدم التعب نهائيا، لعدم شعور بالتعب، لعدم الخوف لقبول أي ارتكابات تطلب منهم، صحيح؟ حتى الانتهاكات هذا يمكن يعني أكثر ما كان نتيجة الكابتاجون، هدف الكابتاجون. نعم، هذا واضح. يعني احنا كنا نراه في إصدارات تنظيم داعش الإرهابي، حتى في عمليات القتل الممنهجة التي كان يقوم بها أو قتل رهائنه. يعني كان هناك حديث وخبراء يخيرون يتحدثون على أن الرهائن الذين يسبحون هم مخدرون بمخدرات الترامادول. يعني هذا يعني الثبات الانفعالي في لحظة الذبح، حتى قيام الذين يقتلونهم بثبات انفعالي. هذا كله واضح أنهم تعرضوا لعمليات غسيل مخ كبيرة جدا أو عمليات مخدرات تم حقنهم بها. الأهم في هذه هي الشبكة، يعني شبكة الترويج هذه، استخدام تنظيم داعش للشبكة والتعاون مع المافيا والتعاون مع جماعات مماثلة. نحن نتحدث يعني عن جماعات مماثلة تقوم بهذه العمليات، وعلى سبيل المثال حزب الله. يعني في هناك شبكة وعصابات في فنزويلا، قريبا تم القبض على شبكة. بعد التحقيقات اكتشفوا أنها شبكة ترويج عالمية للمخدرات تابعة لحزب الله. هذه الجماعات الآن بما فيها داعش أيضا تقوم بعمليات تمويل وتبادل للمخدرات، وفي ذات الوقت استخدام هذه المخدرات على اعتبار أنهم يستخدمونها في أماكن المرتدين ويبيعونها لمرتدين وكفار ويمولون منها التنظيم. نعم، وكما ذكرت يعني حزب الخبراء الأمريكيين تحدثوا عن حزب الله تحديدا بأنه لديه شبكة تمويل كبيرة بأمريكا اللاتينية تستفيد من تهريب المخدرات بأكثر من بلد. طبعا تحدثت حضرتك عن الموضوع. الخطوة الأمريكية الأرجنتينية اللي أعلن عنها وزيراء الخارجية ووزيراء خارجية البلدين، سنتحدث عنها بعد قليل، على أي حال تردع على الأقل تساعد في كشف هذه الشبكة دكتور ماهر، خاصة أنه الوزير الأرجنتيني تحدث عن أهمية تبادل المعلومات حول هذه النشاطات بين الأرجنتين وأمريكا. بلا شك يعني هناك جهود كبيرة، لكنها حتى هذه اللحظة يعني لم ترقى إلى الجهد المطلوب. يعني في الحقيقة هناك ما يسمى الشبكات الداكنة، الشبكات السوداء للتهريب التي تتم في عالم آخر، عالم افتراضي سفلي، يتم من خلال ترويج مثل هذه البضائع ومثل وتجارة الأسلحة والتحويلات لتنظيم مثل تنظيم داعش. في الحقيقة هذا عالم خيالي، عالم لم حتى هذه اللحظة لم نرقى له في من ناحية البحث ومن ناحية اكتشاف ما يحدث داخله. نعم. هناك تقصير واضح، ونحتاج إلى تنسيق كبير جدا بين الأجهزة المعنية للوقوف. نعم، سنتحدث عن هذا التنسيق، ما الموجود منه، ما الذي نحن بحاجة إليه لمحاربة هذه الجماعات، وما تعتمد عليه من مصادر تمويل. من القاهرة دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجماعات المتشددة، شكراً.